ونحن في طريقنا عثرنا على هذا الطائر ميت، ربما لا نعرف نوعه. إنه نوع، إنه بومة، بومة ميتة، بومة صغيرة، ربما ماتت بفعل الإنسان، إما الصيد إما السموم التي يضعها للفئران أو للحشرات مبيدات إلى آخره، وإما أن تكون ماتت بشكل طبيعي تم مهاجمتها من طرف حيوانات أخرى، أو ربما كانت تريد اصطياد أحد الثعابين وقد تعرضت للدغة ثعبان أو ما شابه ذلك. إذن هذه هي دورة الحياة البرية، إما أن تموت وإما أن تقتل، يعني صراع من أجل الحياة، صراع من أجل البقاء كما تشاهدون.